بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقلنا إن الصدقة هنا ليست الصدقة التي هي الزكاة الواجبة، وإنما هي صدقة التكفير عن ذنوبهم التي عرضها هم، لأن الزكاة لا تحتمل عرضا من المزكي، فالذي عرضوه أن يأخذ من مالهم الذي شغلهم حتى لم اعتذروا كذبا عن حضور الغزوة مع رسول الله. خذ من أموالهم، وقلنا إن إضافة الأموال إليهم هنا لأن الله سبحانه وتعالى وصاحب المال، ولكنه آتاهم بالأسباب التي جعلها لهم في حركة الحياة، وأمنهم على عرقهم وأمنهم على ما يملكون حتى لا يزهد أحد في الحركة. لأن لو أن كل واحد هياخد من حركته على قدر نفسه ولا يتملكش، ظن الناس بالحركة، وإذا ظن الناس بالحركة لم يستفد غير القادرين على الحركة. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما يفيض عن حاجات الناس ملكا له، لأن النفس تحب أن تتملك، والتملك أمر غريزي في النفس، بدليل أن الله سبحانه وتعالى الذي طلب أن يأخذ من الأموال قال له: يا من تدفع الأموال أنت بتضعفها عندي. ومعنى بتضعفها عنده يبقى نما فيه غريزة إيه؟ غريزة التملك. خذ من أموالهم، وقلنا إن الأموال إذا أضيفت لأصحابها تضاف إليهم حين لا يكون هناك سفه في التصرف أو عدم رشد بأن يكون لسه قاصر ما يغدرش. فبقول: لا تعتبر مال السفيه ولا مال القاصر ماله، ولكن راعه باعتبار أنه إيه؟ مالك أنت، لكن إياك أن تتعدى في الملكية إلى أن تملك الذات، لأن الذي جعله ملك ومال القيامة عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. اوعى تفتكر ان انا اديتها لك، انما ان تقوم ايه. فإذا أنستم منهم رشدا، ما قالش فادفعوا إليهم أموالكم، وإلا كانت تبقى صعبة على النفس، يقول لهم ادفعوا إليهم ايه؟ أموالهم. هنا ملحظية لاحظها العلماء رضي الله عنهم، وهو أن المال إذا كان فيه حق معلوم للسائل والمحروم، يبقى ما دام له حق يبقى ما يصحش إن أنا أنسب المال كله ليا، لأن من شريكي فيه؟ السائل والمحروم، يبقى ما هوش مالي على إطلاقه، مالي باستثنائي حق السائل والإيه؟ لكن الله هنا سماه ايه؟ أموالكم. في آية تانية حق معلوم وحق غير معلوم. أما الحق المعلوم فهي الزكاة المفترضة من نصاب معلوم بقدر معلوم. وأما الأمر الثاني اللي هو فيه حق صحيح، إنما حق يوجبه صاحب المال على نفسه اللي هو ايه؟ التطوع. ولذلك ما قالش حق ايه؟ معلوم. هناك في سورة الزاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق. ما قالش معلوم. ليه؟ لأنه داخل في مقام الإحسان. مقام الإحسان يعني أن يلزم نفسه بشيء غير ما فوق ما فرض الله من جنس ما فرض الله. وقلنا زمان أن الله لم يفرض على الإنسان أن يقوم الليل كله ويقعد يستغفر بالأسحار، قال لك لا، يفصل العشاء ونام وبقى يوم الإيه؟ يوم الفجر. فإن وجدت من نفسك نشاط أقوم، أنت دامك داخل في مرتبة إيه؟
يبقى كذلك أدي الزكاة وده حق معلوم، وإن كان عندك في مقام الإحسان أدي أو اعتبره حق، بس إيه بس مش معلوم، عشان نفسح لأريحيات الكرام أن يتجاوزوا الحق المعلوم، بدل 2.5 يبقى يخليها إيه 5، يخليها 10، يخليها 20، أريحية إيه أريحية واسعة. هنا بقى العلماء رضي الله عنه قال خذ من أموالهم، إذن فالأموال باعتبار المأخوذ منه للفقير حق الفقير، لم يخرج عن كونه من مال مين؟ من مال المؤدي، اسمه ايه؟ ماله. أم قال لك ليه طيب ما بينلوش ان من ماله الا الحق بتاعه ما دام قال عليه حق معلوم؟ قال لك لا، ده ملحظ واسع قوي. ازاي؟ قال لك لو ان الله بين لي حق الفقير وعزل عن مال صاحبه، يبقى لو ان المال هلك يبقى الحق في المال، وما دام المال هلك يبقى الفقير مالوش عندي حاجه، لكن مالك يبقى الحق في الذمه، فلو هلك المال بقيت ذمتك مشغوله بمال الفقير، يبقى نقول احسن للفقير بقى. يبقى من امواله، لو خرجنا حق الفقير وجعلنا الزكاه حق في المال، والمرة وجبت عليا الزكاة النهاردة وبعد ذلك المال اللي وجبت عليا الزكاة منه لسه ما طلعتش، فهلك المال. لو أن المال، لو أن حق الفقير في المال إيه؟ يبقى ذهب حق الفقير بذهاب المال. قال لك لا، ده أموالكم، ده الحق في ذمتكم أنتم، وما دام في ذمتكم يبقى ما أدتوش في ساعتها وبعد ذلك حدث تلف ليه، يبقى أنت ضامن بالإيه؟ ضامن بالذمة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. قال لك ايوه، لأن الذنب اللي هم عملوه اعترفوا بذنوبه يبقى فيه ذنب، وما دام في ذنب يبقى قذروا نفسهم بالمعصية، وما دام قذروا نفسهم بالمعصية يبقوا في حاجة أن ايه؟ أن يطهروا. ايه اللي يطهرهم؟ المال اللي هو كان سبب في أنهم ما حضروش الايه؟ الغزو. نقول له طيب خد بقى، شوف ملحظ الأداء البياني في القرآن. خذ الامر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اموالهم هم اللي هيطلعوا الصدقه من مالهم. طلعوا الصدقه دي تروح لمين؟ للمحتاج. يبقى عندنا كم عنصر هنا؟ اخذ هو رسول الله، وماخوذ منه هو صاحبه المال، وماخوذ هو المال، وماخوذ له وهو الفقير المحتاج. يبقى كم عنصر عندي؟ أربعة. خذ من النبي عليه الصلاة والسلام، أدي واحد. مأخوذ منه هو صاحب من المال، مأخوذ هو المال، مأخوذ له. ما دام الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ينسحب الأمر على كل من ولي أمرا من أمور المسلمين. قال لك الله، طب ده دي صدقة. أم قال لك إنما حين يأمر بها الله تطهيرا بقت إيه؟ بقت واجب. طيب إذن الآية صريحة، الناس تؤدي ولا تدي لولي الأمر يؤدي؟ قال لك لما تكون فيه ولاية شرعية يبقى ولي الأمر هو اللي يأخذ ويؤدي. ليه؟ أم قال لك لأن الله يريد أن لا يعرض الفقير لكونه إيده آخذة من مساو له، إنما لو أخذت من الوالي اللي هو مسؤول عنه ما يبقاش في عيب، اللي يأخذ من الوالي ما تبقاش في إيه. وأيضا يريد أن يحمي الله أهل الفقير الذين يعلمون أن البيت الفلاني بيدي لهم زكاة، أولاد الآخذ يبقوا أمام أولاد المعطي إيه شكلهم؟ يزم. واولاد المعطي يبقوا في ايه؟ فلما يكون الوالي هو اللي بيدي زي مرتبات يبقى ما فيش حد ايه؟ ما فيش حد مستعلن ولا حد ايه؟ مستعلى عليه. لكن اذا لم تكن هناك ولايه اسلاميه بمعنى ان ناخد الفلوس ما تعرفش هتروح فين، يبقى كل واحد بقى يعمل ايه؟ يراعي محيط دينه بقى وهو ايه؟ وهو يطلع. ما دام عندنا معط هو صاحب المال، ومال معطى، ومعطى له هو الفقير. كلمه
تطهرهم وتزكيهم. عايز على مين؟ السطحيون في الفهم يقول لك تطهر الايه اللي هناخد منه وتزكي اللي هناخد منه. اللي عنده عمق في الفهم يقول لك لا، ما دام العناصر الاخذ عرفناه، الماخوذ منه صاحب الماء، الماخوذ هو ايه؟ ماء. الماخوذ له الايه؟ الفقير. يبقى لازم تعود الحاجات الثلاثه دول على مين؟ تطهرهم، اي تطهر ليه الماخوذ منه، وتطهر الماخوذ وهو المال، وتطهر الماخوذ له وهو المين اللي هياخد، وتزكيه. طب التطهير معناه ازاله قذر، والتزكيه نماء. القذره امر عارض على الشيء، نغسله ونطهره خلاص، تنميه شيء عائد عليه فيزداد، يبقى دي لها ملحظ ودي ايه. طيب يبقى عندنا كام حاجه؟ ثلاثه. ما دام الامر عايز صاحب مال، مال ماخوذ، جماعه اخذ لهم، يبقى لازم تطهر وتزكي لمين؟ لعناصر الفعل كلها. ازاي؟ اما قال لك تعالى، اما الذي يعطي المال فالتطهير له معنى معه والزكاه لها معنى معه. ازاي؟ اما قال لك لانك ان اخذت منه المال فان كان قد غفل غفله وادخل في ماله شيئا فيه شبهه، يبقى المال ده يعمل ايه؟ يطهره من الحكايه دي. طب عال قوي. وطب وتنميه ازاي؟ ام قال لك ايوه، لانك ان اخذت منه وهو قادر، معنى ذلك انك تطمئنه انه ان احتاج فستعطيه. يبقى اكنه بقاش معش في المجتمع لوحده، ما يخافش لا المال يضيع منه. ليه؟ لانه ضمنه، قال له ده احنا بناخد منك وانت قادر عشان ندي مين؟ المحتاج. يبقى اكنك بتطمنه، تقول له انت ان احتجت مش هتضيع. تبقى نميت تواجده وثقته ولا ما نمتهاش؟ وطهرته من ايه؟ من ان ماله يكون فيه شبهه ولا اي حاجه. ادي من ناحيه مين؟ صاحب المال. طب ومن ناحيه المال نفسه؟ هم قال لك يوم هو بتطهر المال، لان المال قد يزيد فيه شيء غير ايه؟ فالزكاه دي بتطلع كده تطهير للايه؟ للمال. طب وتنميه ازاي؟ ام قال لك ايه؟ لانك انت لما تاخذ من الشيء بينقص. يقول لك انت تاخذ من الشيء فينقص، وتعطي للشيء فيزيد، زي الربا. الربا بتجيب له زياده ولا نقص؟ الميه بتبقى ميه وكام؟ وعشر. والمزكي الميه بتبقى كام؟ 97، مش كده؟ يبقى ايه الفرق بقى الزكاه نقصت ولا لا؟ والربا زود. قال هذا بمقاييسكم، ولكن بمقاييس من يملك الاشياء الزكاة التي تعتبرها نقصا تنمي، والزكاة الذي تعتبره ينمي ينقص. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الله. يبقى إذن في مقاييس عند البشر ومقاييس عند الحق. فما رأيته منقصا لك هو عند الله زياد، وما رأيته مزيد لك وفي الواقع عند الله نقص. ازاي؟ ام قال لك لان الناس كما قلنا دائما لا ينظرون الا الى رزق الوارد الايجابي اللي بيجيك اراد، هو ده الرزق. تقول له لا، افهم ان هناك رزق اسمه رزق السلب. بقى رزق الايجاب ان يزيد دخلك من 100 ل 110. طب ورزق السلب؟ ان بدل ما تصرف 100 يخليك ما تصرفش الا 70، يبقى فضل كام؟ يبقى فيه يمنع عنك مصارف الشر. قلنا زمان الواحد حتى يشوفها في نفسه، يدخل البيت فالست تقول له ده الولد تعبان والله، عنده حراره وعنده مش يوم. اذا كنت انت مالك حلال وجايبه بالعرق، ربنا سبحانه وتعالى يحميك من ان تصرفه كده في الله. يقوم يدخل المساله عليك بالايه؟ بالرضا.
يقول لها يا شيخة شوية انفلونزا ده شوية برد, اديله قرص اسبرين وبقرش ساغ وكوبايه شاي وتنتهي الايه. والتاني اللي جايب ماله بقى كده عمال ساعة ما تقول عيون ده انا كافية ده شوكية ويروح يصرف له 20-30 جنيه. يبقى اذا رزق السلب يعمل ايه ربنا؟ يمنعك ان تصرف. ورزق الايجاب يجيب لك زيادة. رزق السلب قد يكون اكتر من رزق الايه؟ الايجاب. واحد دخله 100 ربنا يجيب له مصارف تاخد 120 يبقى محتاج ولا مش محتاج؟ وراح دخله 100 وربنا يمنع عنه مصارف تاخد منه 30 يبقى نقول اللي عنده في عرف الاقتصاد نقول اللي احسن التاني. يبقى ادم من ناحيه الايه؟ ولذلك ايه؟ وما اتيتم من ربا ليربو عند الناس في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. ادلول النصحين اللي عايز ايه ينمي. هذا من ناحيه المال. طيب ومن ناحيه الاخذ كيف تكون تطهيرا؟ لا الاخذ ذنبه ايه؟ ما عملش حاجه. وان تنميه لا ده بيدي له محتاج يقول لك لان الاخذ حين ياخذه من مال غيره وهو عاجز عن الكسب يتطهر قلبه من الحقد على ذي النعمة. لأن المال اللي عند ذي النعمة وصله منه شيء يوم ما يحسدوش ما يحقدش عليه. إن شاف عنده خير كده ولا حاجة عربية داخله له حاجة وربنا يزوده ربنا يكرمه. ما هو عايد إيه؟ عايد عليه زي احنا عندنا في الفلاحين لما تكون جاموسه كده وبياخدوا من اصحابها حته جبنه وشويه لبن وشويه مش عارف ايه. ساعه ما تمر الجاموسه عليهم الله يحميها الله مش عارف ايه الله. يبقى طهر ايه؟ طهر نفس الفقير من الايه؟ من الحقد. وطهر نفس الفقير من الايه؟ من الحسد. طيب ده التطهير. والتزكيه والنماء. أم قال لك الفقير ساعه ما يشوف نفسه فقير يقول لا ده انا في مجتمع ايماني مش سايبيني لوحدي. ده هيبقى عنده واخد منه وده يديني وده يديني ويديني. يبقى نمت نفسه ولا ما نمتش؟ يبقى نمت نفسه لانه بقى في مجتمع ايه؟ مجتمع ايماني. يبقى تطهرهم وتزكيهم راجع لمين؟ راجع للكل. وصل عليهم. صل عليهم ادعو لهم بالخير. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء واحد باي حاجه يقول اللهم ايه؟ اللهم صل على ال ابي اوفى. ليه؟ دي التزكية القولية. التزكية القولية اللي تخلي ايه؟ كل واحد من عنده يحب ان يسمعها فيعطي. ومن ليس عنده يجد ويجتهد ليسمعها من رسول الله صلى الله عليه صلى الله. وصل عليهم ان صلاتك ايه؟ سكن. اي ايه؟ اي اطمئنان لهم. لانه ما دام دعاله يبقى اطمأن المعطي الى ان صدقته وصلت الى مرتبة القبول حيث جازاها رسول الله بالدعاء. واذا ما سمعها الاخذ بانه بيصلي عليه يقولك ولماذا لا اجد في حياتي واجتهد حتى اصفر بتلك الدعوة من ايه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سميع لكل ما تعتبره قولا وعليم بكل ما تعتبره ايه؟ فعلا. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده؟ قلنا بقى الم يعلموا مكونه من ايه؟ يعلم ادي فعل, لم حرف نفي, همزه للاستفهام. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث كالألم يعلموا. يبقى ثلاث ايه؟ كلمات. كلمة الأولى همزة الاستفهام, الكلمة الثانية لم, الكلمة الثالثة يعلم. لم يعلموا نفي. وهل يريد الله أن ينفي عنهم العلم ولا يقرر لهم العلم؟ أم جاب لك همزة اللي بيسموها همزة الاستفهام الإنكاري, والإنكار نفي. فإذا دخل نفي على نفي يبقى بقى إثبات. يعني فليعلموا, فليعلموا. حين يقول الله فليعلموا, طب ما كان يخليها أمر. قال لك لا, حين يعرضها معرض الاستفهام
واثق من أن المجيب لا يجيب إلا بهذا. يبقى بدل ما يبقى إخبار من الله يبقى إقرار مين؟ لما تقول له يقول لك أنت ما سألتش عني في كذا، تقول له ألم أرسل إليك كذا؟ الله ده أنت ما تقولوش ألم أرسل إليك كذا إلا إذا كنت واثق تمام الثقة أنه لا لن يستطيع أن ينكر. يوم يقول لك صحيح أرسلت، هل أنت قلت له أرسلت إليك ولا خليته هو اللي يقول إيه؟ خليته هو اللي إيه؟ يقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة. هو كان يقدر الأسلوب يقول ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة، والأسلوب يبقى ماشي. قال لك لا، لما يجي ضمير الفصل يسموه ضمير الفصل، هو ده زي ما تقول ايه فلان يستطيع ان يفعل لك كذا، ساعة تكون فلان يستطيع ان يفعل لك كذا او يفعل لك كذا، ما منعتش ان غيره يقدر يعملها برضه. او تقول له او فلان او فلان وتجيب عشرة، انما لما تيجي تقول له هو اللي يقدر يعمل لك يبقى معناها ايه؟ يبقى ما فيش غيره. يبقى ساعة ما تشوف ضمير الفصل ده يبقى فيه اختصاص، فيه قصر، فلان هو الرجل، انما فلان الرجل، انما فلان هو ايه؟ ان اردت الحقيقة هو ده اللي ايه؟ فان قلت له فلان هو الذي يفعل لك كذا، ما قلتش فلان يفعل لك كذا، لان فلان يفعل لك كذا لا تمنع المشاركة من غيره، وانما لما تقول هو يبقى ما فيش ايه؟ يبقى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة. وهل كان من هناك مظنة أن في حد يقبل التوبة؟ أم قال لك لأن الرسول هو اللي وسط بين ربنا وبتاعه؟ يقول لك لا، إنما نتوب إلى الله مش نتوب إلى مين؟ إلى رسول الله، هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي يقبل. إذا استعرضنا أساليب القرآن وجدنا أن ضمير الفصل أو ضمير الاختصاص الذي يمنع المشاركة فيما بعدها لغيرها واضح في قصة سيدنا إبراهيم، لما قال له يا أبتي لما تعبد، يا أبتي وبعدين قال له أنت بقى عايز تعبد اللي كانوا بيعبدوه أنتم وآباؤكم الإيه؟ الأقدمون، مش قال له كده؟ هتعبد اللي بيعبدوه فإنهم أي كل اللي بتعبدوهم عدو لي، انهم ايه؟ عدو لي، ما قالش انهم اعداء بل هم كلهم كده معجنة واحدة في العداوة، معجنة واحدة في العداوة. وليه؟ قال لك مدام معجنة واحدة في العداوة لانهم لما هم مختلفين فيما بينهم، انما ساعة العداوة يبقوا ايه؟ متحدين متماسكين، فما بيقولش هم اعداء لان برضه يبقى ده له عداوه وده له عداوه، يمكن اراد ده واخضر اراد ده واخضر اراد، يقول لك لا ده المساله هم ايه؟ زي ما احنا نقول ده اصلهم كبانيه واحده. فانهم ايه؟ بقى انهم جماعه، وبعدين يقول عدو يعني مفرد، يقول لك ايوه متماسكين زي ما يكون ايه؟ حاجه واحده. فانهم اي الذين ايه اللي بيقول لابراهيم عنهم انت بتعبد انت اللي بقى كان بيعبدوا اباك الاقدمون، انهم اي ما تعبدونهم عدو ليه؟ ليه؟ طب هم كانوا بيعبدوا شركه ولا انفراد؟ في ناس كانت بتعبد انفراد هو ده الاله، وفي ناس بتقول لك لا هم شركاء للاله. يبقى الوان العباده كانت كام؟ نوعين اثنين. طب لما هو لكم وما تعبدون من دون الله، قال يقصد مين دول اللي هم بيقولوا؟ اذا اعتبرهم شركاء لله يبقى الله معبود معهم ولا لا؟ فاذا قال اللي بتعبدوهم عدو ليه يبقى مين دخل كمان؟ يبقى الله دخل، ان كانوا بيعبدوا شركة يبقى مين دخل في العداوة؟ الله. ام قال لا، فانهم عدو لي الا رب العالمين، يعني ان كنتم هتشركوا بالله غيره انا هطلع من اليمين رب العالمين. فيبقى دي اللي كانوا بيعبدوهم شركه، انما اللي بيعبدوا دون الله يعني ما فيش الله يبقى ما كانش يستثني، انما استثنى ليه؟ دليل على انهم من الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، يبقوا شركة. ما دام شركة ايبرأ ابراهيم من الله ومن الشركاء اللي مدعين لله؟
ولا يبرأ من الشركاء بس؟ يبرأ من الشركاء. فقال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. الكلام دقيق محسوب. شوف بقى، الذي خلقني فهو يهديني. طب ما قالش الذي خلقني يهديني، مش كده ماشية ولا مش ماشية؟ طب ما قالش الذي هو خلقني، ده جاب هو بس يهديني على هو وساب خلقني بدون ايه؟ بدون هو. الكلام بقى كلام دقيق قوي، يعني يكون يجيب هو هنا ولا يجيبهاش هنا، دي مسألة عايزة كلام. أم قال لك لأنه هو لا تأتي إلا عند مظنة إنك أنت ترى شريك له. الخلق وما فيش حد بيدعي أنه خلق حد، فالخلق لا يدعى. فما يقولش الذي هو خلقني، لأن ما حدش بيقول أن حد خلق، يبقى خلقني ما فيش إلا هو. ولئن سألتهم من خلقهم هو الله، ما فيش كده. إذن فالأمر الذي لا يقول به أحد لغير الله ما يجيش فيه الضمير، لكن الأمر اللي يجي فيه واحد مع ويا الله. يقول لك إيه، واحنا بنقنن لأنفسنا وبنوضع قوانين بشرية، نقول الذي خلقني هو الوحد اللي يهديني. اوعى حد يدخل أنفه في الحكاية دي أبدا، يوضع القوانين ولا بتاعه ولا إيه. يبقى ما قالش الذي هو إيه، لأن خلقني لم يدعها أحد، فمجيء الاختصاص لا حاجة له، وإنما يهديني. من الممكن أن بشر يقولك أنا بضع عليك القوانين اللي تسعدك، أنا بوضع عليك القوانين اللي تنفع لمجتمعك، أنا بوضع على القوانين اللي بتقضي على آفات المجتمع. تقول له لا، الذي خلقني هو الوحدة اللي مش أنتم. يبقى إذن ما لا يدعى لا تأتي فيه هو، وما يمكن أن يدعى يقول له لا، هو بس ربنا الوحدة. الذي خلقني ايه فهو ايه، طبعا الاول. والذي لا هو، والذي هو يطعمني، ما جاش زي خلقني برضو جابها هنا هو يطعمني ايه وهو يسقيني هو ليه. اما قال لك لانك انت بتشوف ابوك بيجيب لك الطعام وبتاع، فيمكن واحد يقول لك ده انا اللي بجيب لك، فاللي فيه ممكن تأتي في الشركة يقول لك ايه، هو اللي بيجيب، اوعى تظن ان ده اللي جاب لك ولا بتاعه ولا هو. لانك انت لو نسبت كل رزق ياتي به ابوك لانتهى الى امر لم ياتي به ابوك. فبابوك جاب لك البطاطس واللوبيا والعيش، طب والعيش اللي جابه لك ابوك ده جابه منين؟ هو جابه من مش عارف ايه، وبعدين وتوديه كده لحد ما يروح لمين؟ للغيط. طب ومين يا اخويا اللي طلعه لك كده من الغيط؟ بقى كل امر ياتي به ابوك اليك نسبه ينتهي الى ما لم ياتي ايه؟ احنا قلنا زمان، تقول يا راي انت عملت المكتب الكرسي ده ازاي؟ والله جبت الخشب من الحته الفلانيه ومش عارف ايه، وجبت اللي مش عارف ايه، وبعدين ايه اقعد نسيبها نسيبها كده، وانتوا جبتوا الخشب والله بنجيبه من السويد ولا مش عارف، طب نروح السويد بتجيبوه منين؟ والله بنجيب من الغابه. طب ونروح للغابه، وانت يا غابه جبتيه منين؟ الله، كل شيء فيه سبب للبشر ينتهي الى ما ليس للبشر فيه اسباب. كل حاجه من ربنا على الأول. يبقى الذي هو ايه، يبقى الذي هو يطعمني، لان يطعمني فيها مظنة ان ايه، ان ده جاب لاكل وده جاب لاشرب. الذي هو يطعمني ايه واسقيني. واذا مرضت ما قالش يشفيني بس، قال هو يشفيه. ليه؟ لان يمكن تقول الدكتور بيشفي، اما قال لك لا يا حبيبي، هو الوحد اللي بيشفي. الدكتور بيعالج بس، الدكتور بايه بيعالج بس، انما اللي بيشفي مين؟ ولذلك تبص تلاقي واحد خد مهل الدكتور عشان يموته، مش كده ولا لا؟ انما عنك اي الموت، فاي طب نافع او لم ينم فالطب من اذنابه. يروح يعمل له يجي يديله حقنه كده يروح مفطسه فيها وتنتهي المساله، مش كده؟ يبقى الذي واذا مرضت ايه؟ ما قالش يشفيني، بيجيبها بالقصر علشان فيه مظنة ان واحد يدعي ان هو بيعمل ايه. نقول له لا يا حبيبي، انت ما بتشفيش، انت ايه، انت بتعالج. واذا مرضت فهو ايه وشفي. والذي هو ايه، والذي ما قالش هو يميتني، والذي يميتني دي بتاعته هو بس. تقول له طب ما في واحد بيقتل واحد، مش كده؟ كان لازم يقول هو يميتني. قال لك لا، لان الموت غير الاكل، الموت غير
القتل. الموت انك انه ياخد يموته كده بدون ايه؟ نقد بنية. انما القتل انت نقضت البنية. يميتوني ثم ايه؟ ما قالش هو يحييه. يبقى كل ما يمكن ان تتوهم فيه الشركة يبقى يجيب فيه ايه؟ هو. اللي ما يقالش ان فيه شركة يبقى مش ضروري هو دي. كلام بالايه؟ بالمزاج. والذي اطمع ان يغفر لي ما قالش هو، ما جابش هو خالص، لان ما فيش يملك الا مين. فكل امر معلوم انه لا يشارك فيه تأتي بدون مين؟ بدونه. كل ما يمكن ان يدعى ان فيه شركة نقول هو بس. يقول لك فلان ما يقدر، تقول له لا هو ده اللي يقدر. يقول لك فلان يا اخي هو وصيت له ما هو ده اللي الله، يبقى ما فيش غيره يعني. لا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. برضو شوفوا الأداء اللي بيتكلم ربنا. ظاهر الأمر ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده، مش كده ولا ايه؟ يقبل التوبة من مين؟ من عباده. إنما ساب مين خالص كده وجاب مين؟ عن. قال لك السطحين بقول لك يا الحروب بتنوب عن ايه؟ عن بعضها. مين تيجي عنه؟ نقول له لا، ده كلام دقيق، حرف جاي ما ينفعش اللي هو ده الحرف. ليه؟ أم قال لك لأن معنى توبة ان حصل ذنب، واذا ما حصل ذنب استوجب الذنب ما بمقاييس المنهج العقوبة، مش كده؟ فإذا قبل الله التوبة يبقى عمل ايه؟ تجاوز عن العقوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة متجاوزا بقبول التوبة عن العقوبة. يبقى عن جاب معناها ولا لا؟ لأن هو قبل التوبة، أم قال لك لا هو متنازل عن مين؟ تجاوز عن العقوبة. ألم يعلموا أن الله هو اتك على هو دي قوي في كل حاجة. ألم يعلموا أن الله هو يعني ما فيش ايه؟ يقبل التوبة عن عباده. المعنى العام يقبل التوبة من عباده. نقول له طب ما سر العدول عن من إلى عن؟ لأن قبول التوبة يقتضي أن يتجاوز الله عن الايه؟ عن العقوبة. يبقى جاب ايه؟ عن، علشان تديني التجاوز عن العقوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ هو يقبل التوبة عن إيه؟ عباده ويأخذ الصدقات. طب ده هو قال للرسول خذ، يبقى من الآخذ؟ ده الرسول. أم قال لك الرسول مناول ليالي الله بس، إنما هو ربنا اللي هياخذ. يبقى ياخذ هنا مش معناها كده إيه؟ يتقبل بقى. يبقى إيه؟ يتقبل. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتهم، متلقين ما ايه؟ ما اتهم ربهم. ولذلك قلنا ان مسألة السيدة فاطمة حينما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تجلو الدرهم. الدرهم عملة كده كانت بس فضة. فضة طبعا احنا عارفين الفضة من المعادن اللي ما تقبلش تصد يعني، انما اذا اختلطت بشيء لو على اصلها تبقى لينه، انما يحطوا عليها ايه؟ عنصر يديها شويه ايه؟ صلابه. الصلابه دي عشان التعامل. هذه الصلابه المعدن اللي بيدي الصلابه ده هو اللي يتاكسد، تقوم تصد وتطوس لحد ما ايه؟ تقعد ايه؟ تغلي فيها. فستنا فاطمه ماسكه درهم وبت ايه؟ بتجلوه. فلما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها ما هذا؟ قالت إنه درهم. تجليه ليه؟ هو الجلو ده هيخليه درهمين يعني ولا ايه؟ قالت له لأني نويت أن أتصدق به، وأعلم أن الصدقة قبل أن تقع في يد الفقير تقع في يد الله، فأنا أحب أن تكون ايه؟ يبقى مين اللي بياخد؟ ولذلك قال من ذا الذي يقرضه؟ يقرض الله، ومن اللي بيقترض؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. كل هذه الآية نفي
لمظنة أن يتشككوا أإذا فعلوا ذلك مع رسول الله وأخذ رسول الله الصدقة التوبة تقبل وربنا يقبلها؟ قال لك هو اللي بيقبل وهو اللي قال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله. إذن بالتوبة حينما اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وربطوا أنفسهم في سوار المسجد وقالوا من لا نحل أنفسنا حتى يحلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا خذ من أموالنا صدقة عشان تطهرنا، ده جعل حدا فاصلا بين ماض ندم عليه ومستقبل يستأنفوه. فقال له احنا بقى اولاد دلوقتي هنشوف هتعملوا ايه. هذا المعنى بقى. يبقى احنا خلاص من دلوقتي وهذا الفاصل هو الايه؟ التوبة. التوبة دي وانتهى الماضي من زمان، زي ما يقول ولنبدأ صفحة ايه؟ ونشوفكم انتم اتسيرون على مقتضى هذه التوبة، وما تفهموش ان مسائلكم هتبقى في الخفية بس، بل هتبقى في الخفية والمعلنة. ازاي؟ قال لك الخفية اللي ما يعرفهاش بصر دي فسيرى الله. والامور اللي تحتاج لفطن قوي وكده يبقى رسول الله لفراسة النبوة بقى ونره، والامور الزهرة تانية يبقى المؤمنون. يبقى كم عمل؟ ثلاث اعمال. عمل يراه المؤمنون جميعا، فالتزموا بهذا المنهج حتى يشهد لكم المؤمنون بما يرون من اعمالكم. وإياكم أن تخادعوا المؤمنين، لأن رسول الله بفطنته ونورانيته وصفائه وشبابه هيعرفه. وإذا كانت المسألة تتعم على المؤمنين وعلى مين؟ وعلى الرسول، أمن الله يعلم. وقل اعملوا، أي اعملوا عملا جديدا يناسب اعترافكم بذنوبكم ويناسب إعلانكم التوبة، ويناسب انكم ربطتوا نفسكم في المسجد، ويناسب انكم تتصدقتوا بالاموال. عمل جديد، استأنفوا بصفحة جديدة، واعلموا اننا سنرقب عملكم. الله يرقبه فيما لا يعلمه البشر وهو النيات، ورسول الله يعلمه فيما يطابق نورانيته واشراقه، والمؤمنون يعلمونه في عاديات الايه؟ في عاديات الامور. وبعد ذلك العلم وحده كافي. قل اعملوا فسيرى الله عملكم. مجرد رؤية العمل من الله ومن رسوله ومن المؤمنين ما تكونش لها قيمة إلا إذا ترتب على هذه الرؤية إيه؟ جزاء ثواب وعقاب. يبقى مش مجرد الرؤية اللي احنا بنقول لكم عليها، لا، والرأي يملك أن يصيب أو أن إيه؟ يعاقب، وأنكم راجعون إليه لا محالة. طب هم وإياه برضو دلوقتي يقول لك لا، هم يعيشون في الأسباب التي يعيش فيها الكافر والمؤمن ويعيش فيها الطائع، إنما في حتة تانية مش هيبقى إلا ربنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يملك بعض خلقه بعض خلقه، مش كده؟ يملك بعض خلقه بعض، وده يبقى ملك على الأمة دي، واللي ده ملك على الأسرة بتاعته، وده ملك اللي في مش عارف إيه. انما في الاخره ما فيش علم من الملك اليوم. تفهموا انكم هترجعوا لنا بقى، مش هتفضلوا في سلطه الاختيار وسلطه العمل. يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اذا يعامل التائب معامله جديده. طب ما هي ده امر معروف. ام قال لك لانه ما دام تاب لعل من الغفله التي طرأت عليه انه يغفل على اليوم الاخر، فأقول له جدد له برضه، جدد له إيه؟ لما؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طيب ما يرى الله عملكم ويرى رسوله عملكم ويرى، قال لك أصلها كلها الرؤية ملتحمة علشان تشوف أنتوا على المنهج ولا ما أنتوش على المنهج، فهي رؤية إيه؟ واحدة. وستردون إلى عالم الغيب. أما عالم الغيب فالذي انفرد فيه اللي هو مين؟ يرى الله. وعالم الشهادة مش هو الرسول هيعلم شيء والمؤمنين يعلم شيء وده يغيب عن ربنا، لا، ربنا عالم الايه؟ عالم الكل. وستردون الى عالم الغيب والشهادة. بعدين مش يجازي على مجرد العلم، هينبئك لك انت مش عملت كذا، عشان يقول له كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حسيبا بما كنتم تعملون.
طيب الجماعة دول هم اللي اعترفوا بذنوبهم وربطوا نفسهم في السرية وتصدقوا بالأموال وأبدى الله فيهم حكمه بأن رسول الله حلهم من السواري وأقابل منهم الإيه؟ الصدقات. قال لك فيه تانية، فيه ناس تانيين برضو عملوا العملية دي بس ما ربطوش نفسهم في السواري ولا اعترفوا بذنوبهم، الآخرون مرجون لأمر الله لسه ما بنش بمينش فيهم إيه؟ ما بينش فيهم رأي. وهما الثلاثة اللي القرآن سيخصهم بآيات خاصة، وعلى الثلاثة الذين إيه؟ خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخره. وهؤلاء الثلاثة اللي هم مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الإيه؟ الربيع، دول إيه؟ برضو تخلفوا ولم يكن لهم عذر في التخلف أبدا، لأن عندهم رواحلهم وعندهم مالهم وعندهم كل شيء. ولما قص واحد منهم حكايته يعني بين لنا أنه لم يكن له عذر. وما كنت في يوم من الأيام أقدر على المال والراحلة مني في تلك الغزوة، ولكني بقيت أقول أتجهز غدا، ويجي غد ما أتجهز، وبعد غد حتى انفصل الركب وإيه، فقلت أن ألحق بهم ما لحقش به. هؤلاء هم الإيه؟ الثلاثة. وآخرون مرجون لأمر الله. مرجون أو مرجؤون، الإرجاء التأخير، يعني لسه هؤلاء ظهر إيه حكمهم؟ ليه؟ لأنهم أقبلوا على الله بالاعتراف بالذنب، فدول بينا فيهم الرأي. واللي لسه ما عملوش أمرهم لسه، ليه؟ لأن الله يريد أن يبين للناس أمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشئ في الدولة الإسلامية سجنا يعزل فيه المجرم، لأن كونك تاخذ المجرم وتعزله عن تقعده في حتة جائز، لكن المهم أن كان في أن تدعه طليقا وأن تسجن المجتمع عنه. أدي بقى عظمة الإيمان. يبقى في الناس كده وبعدين يقول لهم قاطعوه فلا يكلمه أحد، يروح قرايبهم يكلموهم يقول له لا ما يكلموش، يقول له ما يسألش عنه. الله، وهو عايش يروح هنا ما حدش يكلمه في السوق، يروح في المسجد ما حدش يقول له عن المسجد، ويروح النبي عليه الصلاة والسلام ويتعمد واحد منهم انه يصلي ويمير في ريح النبي كده، وبقى يختلس النظرات يشوف النبي باصص له ولا مش ايه مش باصص له عشان يشوف يعني بس، وبعدين يروح لابن عمه يتسلق عليه السوق. قال له أتعلم أنني أحب الله ورسوله؟ قال له الله ورسوله أعلم. الله، عزل المجتمع عنهم، مش عزلهم عن المجتمع. أدي العظمة في إنه عزل المجتمع إيه عنهم، يمشوا كده في وسط الناس ولا حدش إيه. والأهم من هذا أن يعزلهم عن زوجاتهم، الأمر اللي محدش يقدر يتحكم فيه. يقول للنساء هؤلاء ما اوعوا يقربوكم، ويعيشوا كده يعني ولا يقربوا المرأة ولا أي حاجة إلى أن يأتي الله فيهم إيه بأمر. وآخرون مرجون لإيه؟ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، المعلوم لله إما أن يعذب بالنسبة لنا إحنا، إنما الله يعلم إن كان حيثوب عليهم. يبقى التشقيق ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا. ما دام مرجون لأمر الله، ما بتش فيهم بحكم لا للنار ولا لكذا، ولا بتش فيهم بالعفو، يبقى إما أن يعفو وإما أن يعذب. طيب دي بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا إحنا. إنما بالنسبة لله معلوم له أنه إما أن يعذب وإما أن يتوب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.